إنها صخرة ليست ككل الصخور، مكانها مدينة تعز اليمنية وفي أعلى الجبل. الكثيرون يجهلون قصتها وتاريخها بسبب بعدها وصعوبة الوصول إليها، ولكن كل هذه العوائق لم تثني عماد هاشم الجرادي الذي تكبد الصعاب وقطع المسافات للوصول إلى صخرة الألف وللبوح بأسرارها. أسير إليك يا صخرة عانقة السماء، ويا حكاية غريبة وحضارة قديمة، ضرب بك الأمثال وكادت أن تسكب الدماء لإطلالتك الرائعة على هذه المدينة. لذا قررت أن أصعد إليك مشيا على الأقدام، وموعدنا وقت الغروب هناك في حجرة الألف. سر من الأسرار وحجرة غريبة الأطوار، تلكم هي حجرة الألف الذي تحدث عنها الكثير وتناقلتها الأخبار وسارت مسير الشمس برابعة النهار. لكننا في هذه الرحلة سنصحبكم إلى أعلى هذه القمة ونعرفكم أكثر عن هذه الحجر وعن تاريخها، فابقوا معنا. وها نحن نخترق الشعاب ونتسلق الجبال لنصل إلى وجهتنا، فالطريق طويل وخطير، لذا اصطحبنا معنا رجلا من أبناء هذه المنطقة يقودنا ويعرفنا أكثر على هذه الصخرة. وها هي الطريق تطوى أمامنا، والساعات تمر دون أن نشعر، والربيع يحاول أن يطرق أبواب هذه القرية، إلا أنه يأتي متأخرا عادة. غريب أمرك يا حجرة الألف، أيعقل أن قامت حضارة هنا في هذا المكان؟ أيعقل أن قصر ملك الدولة الرسولية كان هنا؟ نعم، لقد كان، ولم تبق إلا قبورهم، وها هي آثارهم تكاد تمحى، وتلكم الصخرة لا تزال واقفة في مكانها. تقع حجرة الألف في الجهة الجنوبية من مدينة تعز، وتطل على قلعة القاهرة، وبالرغم من قربها من تلكم القلعة، إلا أن الناس يجهلون مكان حجرة الألف الحقيقي، وعلى ما يبدو لي أن صعوبة المكان أنساهم عناء البحث عن هذه الحجر. تقريبا قطعنا نصف المسافة إلى الآن، وبقي معنا النصف الآخر الذي هو الأهم والذي نبحث من خلاله على هذه الصخرة التي سنتحدث عنها. سنحاول أن نصعد إلى أعلى هذه القمة لنصل إلى حجرة الألف، وسنحاول اللحاق بها قبل غروب الشمس، فابقوا معنا. طبعا سميت حجرة الألف لأنه كانوا يقولوا يهددوا أم الملك أو الملك الذي كان ساكن بالمغربة، إما دي ألف أو شفلتوا لفوقه السكان الذي المجاورين له. ألف ريال بالعملة، لا بعملتهم في ذاك الوقت. طبعا قصة حجرة الألف هذه المعروفة عندنا في أيام الملك يحيى بن إسماعيل، هذا من في عهد الدولة الرسولية، يقال إن والدته كان هنا أو كان المملكة هنا، وبعدها سافر إلى الحج أو إلى الحبشة يعني ما تمام، فكانوا الأصبور ينزلوا يهددوا والدته تدي لهم بياس، فعندما قام ولا شغال عدرا فوق حجرة الألف، فعندما قام إن الخارج وصل شاف الخزينة قد فاضي، يسأل أمه إيش الحكايه، كلمته فحلف يمين انه شي يسقي بدماء اصحاب صبير وادي الاثيلات، هذا وادي تعز كان اسمه وادي الاثيلات سابقا، ف
جنبوا علماء قالوا له يعني ايش تكون سعى الحقاق، يعني ضربوا له مثال يعني ايش يكون زي الحقاق. فايش الحال؟ هو حلف يمين، قالوا له اذا يعملوا حجامه لاصحاب صغير ويصلح السواقي والماء ويملي البراك ويعملوا الحجامه حق الدم لبين ذا ويكفر يمينه على سبي يسقي وادي الاثيلات. لذلك تلاحظ الان السواقي هناك ولهن حق صبير الماء كله من هنا لهذا السبب. لن تشعر بطول الطريق إن كانت الرفقة جيدة، وعلى ما يبدو لي أني لم أشعر بطول هذه الطريق رغم صعوبتها ووعورتها، وها نحن نقترب من وجهتنا ولا يفصلنا عنها إلا خطوات قليلة. كما تشاهدون هذه هي حجرة الألف التي قطعنا هذه الرحلة كامل حتى نصل إلى هذه المنطقة، الرحلة التي استمرت معنا ساعة ونصف ونحن نقطع الطريق إلى أن نصل إلى هذه الحجر. الغريب في هذه الصورة أنك كلما أدرت وجهك عن هذه الصورة كلما رأيت منطقة أجمل من الأخرى. الجهات الأربع في هذه المنطقة كل جهة أجمل من الأخرى، هنا قلعة القاهرة وهنا محافظة تعز وهنا جبل صبير، لكن المعلوم أن هذه الحجر غير معروفة لأبناء محافظة تعز. أبناء محافظة تعز يرون أن صخرة الألف أو حجرة الألف هي التي تقع في أعلى هذا الجبل، لكن في الحقيقة هذه هي صخرة الألف التي تكلمت عنها الحكاية. وكما تشاهدون هذه الحجر بإمكان أشخاص أن يزيحوها عن هذه المنطقة، وهي مهددة الآن بالسقوط، بأن تسقط من هذه القمة، وهي خطيرة بالفعل لأن إذا سقطت ستسقط على هذه المنازل التي تقع في أسفل هذا الجبل. وها هو رفيقي يكافئ نفسه ببعض الصور التي التقطها مع هذه الحجر قبل أن يتسلل الظلام الدامس إلى هنا.